حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجديدة حصلت على ثقة البرلمان، ما سيضمن لها تطبيق إجراءات تقشفية ستحصل مقابلها البلاد على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. تصويت الثقة هذا هو عقد مع الشعب اليوناني، هو عقد لما يمكن أن نعد به وما لا يمكننا الوعد به على مستوى الحكومة، ولكنه تعهد أيضا بما يمكن لليونانيين عمله من أجل بلدهم. وكان آلاف اليونانيين تظاهروا أمام البرلمان ثم اشتبكوا مع رجال الشرطة احتجاجا على اعتماد إصلاحات اقتصادية وصفوها بالمؤلمة ستتركهم برأي البعض عاطلين عن العمل. هناك غضب كبير تلاحظه من حولك وإحباط كبير تلمحه على وجوه الناس، ويدل ذلك على انعدام الثقة في المستقبل. وكان المتظاهرون الغاضبون اعتصموا في الساحة المركزية في العاصمة أثينا منذ 28 يوما منظمين تظاهرات ليلية أمام البرلمان.